يوسف. العدد هون كان عبارة عن هم حالة إنسانية وحالة وطنية دفعت كل الشعب الفلسطيني إنه يوقف فيها لأنها فوت تفاصيلها. طبعا هون بعد مصادرة الآلاف من الدنومات من الأراضي لم يبقى فوقها من أفراد الشيخ جراح إلى أعداد قليلة. دعاء قاسم، أنا مش زائرة هون، أنا أصلاً هون خريجة آخر فصل إلي بالجامعة النجاح بدرس فيها، ولكن أنا من طلاب القدس، فمن أول ما بلشت أدرس هون الناس دائماً عندها فضول كيف واجهتي مشاكل لأجيتي أنت هون على القدس، أو إنه شو اللي مريت فيه، شو اللي درسك مثلاً عندنا بهاي الجامعة، دائماً عندهم فضول يشوفوا إحنا شو منعيش. فعلى مدار الأربع سنين هاي ممكن هاي الفرصة الوحيدة اللي إحنا قدرنا نبرز فيها إحنا شو منعيش، يعني الناس زمان بدها تحكي والله بدنا ندوق كعك القدس وكل هاي التفاصيل. فاليوم إحنا عندنا بمؤتمر يوم القدس اللي هو 15، يعني إلى 15 سنة بصير، ولكن اليوم صار بطريقة تانية. اليوم إحنا دمجنا فعاليات القدس، أجواء القدس، دخلنا الطلاب والضيوف بأجواء القدس نفسها، يعني جبنا الفنانين، جبنا الرموز تبعت القدس وهو الكعك وفلافل ومخلل وهاي الأشياء عشان تمثل والناس تدوقها وتشوف تعيشها. دائما كان يكون بطريقة علمية تناقش، بس هالمرة كسرنا هاي الحواجز. العنوان دائما إحنا بنركز على إشي معين بالمؤتمر، ولكن احنا هلا زي ما انت بتشوف كيف بنعيش في حي الشيخ جراح بالمشاكل، فقصة التهويد هاي شيء كثير الطلاب لازم يشوفوه والضيوف لازم يشوفوه ونركز عليه. فاليوم كان احنا عنوان المؤتمر زي ما انت شايف هون حي الشيخ جراح، جبنا ناس عائلات عاشت هناك اجت وحكت شو عاشت، جبنا محامي كمان حكى شو عم بيصير عشان الناس تعرف شو بيصير تفوت بالاجواء صحيح. هذا المقصود فيه كلمة أسلمة تصعيد. دائما حكومة إسرائيل تحاذر أن يكون هناك ثمة تصعيد. لا أريد أن أطيل، أقول أن الحكومة الإسرائيلية عندما تطلق من يوم شباك حموت حارس الأسوار العام الماضي مناسبتين اثنتين محكمة العدل العليا لم تعطي قرارها القطعي بالنسبة للشيخ جراح التأجير النهائي. الحكومة طلبت منها أن تؤجل وردت خلال هذه الفترة السنة الكاملة حاولت أن تجعل وساطة. ما هي هذه الوساطة؟ أن تجعل سكان رفق الكرد وغيرها مستأجرين وليس ملاكين. أنا المصور الصحفي محفوظ أبو ترك من القدس طبعاً، ومقدس النشأة وطبعاً فلسطين الهوية. أنا يعني يعني كان في عندي كاميرا أول مرة في سنة 1964، وبما اني كنت ساكن في المسجد الاقصى فكنت التقط بعض الصور اللي كنت اقتصد من مصروفي اليومي ومنشان اشتري الفيلم وبعدين نحمضه وبعدين نطبعه وما الى ذلك. احنا بعديها لما بدات الانتفاضه الاولى وجدت نفسي انا في الميدان مع الكاميرا، وفعلا بدات في تغطيه احداث الانتفاضه الاولى بداية في القدس، وبعد هيك كان في كل مناطق فلسطين والمدن الفلسطينية. بطبيعة الحال تعرضت خلال أداء العمل المهني للمضايقات والإصابات والاعتقالات والضرب وما إلى ذلك، وهذا كان كله كان هذا ثمن أنا كنت مسبقا عارف أني أنا لازم أدفعه، لأنه القضية اللي أنا حملها هي رسالة، وعندما تصبح القضية رسالة الإنسان مستعد أنه يضحي في حياته من أجل هذه الرسالة. وفعلا أنا في بعض الصور اللي أنا أتمنيت أنه إذا الجنود بدهم يطلقوا الرصاص أنه الرصاصة تيجي في جسدي ما تيجي في الكاميرا، لأنه أنا كنت مصور أحداث تستحق أنه تنتشر. طبيعة الحال إحنا كمقدسين جينا نرفع صوتنا ونعلي صوتنا ونسمع الجميع بأنه القدس في خطر، وبأنه القدس تهود ليلا نهارا، ويا للأسف أنه فيش هناك زخم عربي وفيش هناك تعاطف دولي للأسف.
العالم ملتهي، كل دوله ملتهيه في اشكالياتها الداخليه، فلذلك احنا اصبحنا كالايتام على مائده اللئام. ولذلك احنا نتامل انه المهرجانات اللي زي هاي، الندوات، المحاضرات، انها توعي وتنمي الوعي عند شعبنا الفلسطيني بانه القدس في خطر، ويفترض انه زي ما كانت دائما كانت القدس هي البؤره وهي البوصله تبعت كل الاحداث اللي مرت فيها فلسطين، انه هي كمان تكون في الصداره، وخاصه في شهر رمضان المبارك القادم واللي متوقع انه يكون في هناك احداث. وبنتامل انه فعلا هذا الظلم وهذا الاحتلال يزول في اقرب وقت. لمده 90 او 99 عام في الاجار، في سنه 1990 بدهم يجددوا الاجار، او بده الايجار هذا يتجدد. رفضت بسيطه باتجاه مدينه القدس التي تحتاج منا الى الفعل اكثر مما تحتاج الى القول.